أكثر من 1000 عام من العطاء، سخرها الأزهر الشريف لتعليم علوم الإسلام وفهمها ولحفظ مصادر تشريعاته الراسخة. فشاء الله أن تضم جامعة الأزهر ريحانة من أزهى زهورها لتعليم القراءات القرآنية وتدبر آياته وفهم معانيه والتفقه في بحور إعجازها. إنها كلية القرآن الكريم وعلومه. شاء الله أن تنشأ هذه الكلية في مدينة طنطا في العام 92 في نهاية القرن الماضي داخل حرم جامعة الأزهر الشريف. وهذه الكلية مهمة أساسية ووظيفة أصيلة في جامعة الأزهر، أنها تعنى بالقرآن الكريم وقراءاته. أساسية في قسم القراءات توجيه القراءات، القراءات الشاذة، أن يفهم هذه القراءة جاءت هكذا لماذا، ما الفرق بين القراءة هذه والقراءة تلك، المعنى في كلا القراءتين، كل ذلك يدرس في مادة توجيه القراءات. أيضا اهتمت الكلية في موادها بدراسة النحو، اللغة العربية وإعجاز القرآن الكريم، لكي يكون الطالب على ذكر بالقواعد النحوية، لأن القواعد النحوية أساس في توجيه الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كتابه برجال وبمؤسسات. فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن جميل حفظ الله أن وفق هذا البلد الطيب لبناء صرح يكون هدفه الأساس المحافظة على القرآن الكريم. وتضم الكلية عددا من الطلاب الوافدين من جنسيات مختلفة من بلاد آسيا وإفريقيا وأوروبا ليتعلموا القرآن الكريم وليكونوا أحبارا لحفظه وتعليمه ومزامير لتلاوته في شتى بقاع العالم. الكلية الوحيدة نظام المستقبل للمكتبة العربية، والمكتبة الوحيدة الآن التي تستطيع أن تدخل وأنت في بيتك عليها وتخرج اسم الكتاب بالعنوان بالمكان الموجود فيه هي مكتبة كلية القرآن الكريم. أيضا الآن في كل قاعة عندنا من المدرجات إذا تشوف عندنا أعداد أجهزة كمبيوتر تربو على 40 جهاز كمبيوتر لما كانت كل الأوراق الآن في داخل الكلية. عندنا أيضا معمل صوتيات يعني تكلفته تزيد على 200,000 جنيه ليتعلم الطلاب ويتمرسوا على كيفية التلقي والأداء. تسجيل المادة العلمية لطلاب المكفوفين، يعني كل الكتب تسجل للطلاب المكفوفين أصبح الآن، بل وصلنا إلى أن الطالب الآن يمكن على جهاز التليفون أن يأخذ المادة العلمية ويقرأ، توضع له أيقونة على جهاز التليفون الخاص به ويقرأ المادة الإيه العلمية. الأمر الثاني أن الكلية معنية بالحصول على أجهزة كمبيوتر وطابعات للمكفوفين موجودة الآن عندنا في المعمل، والآن عندنا دورات تدريبية لأبنائنا الطلاب الذين فقدوا البصيرة من أجل أن يقوم الطالب في آخر العام أو في فصل الدراسة الأول أو الثاني بالإجابة على الأسئلة دون أن يحتاج إلى مرافق، ونجحنا ولله الحمد في هذا وكانت النتائج مثمرة.
وبعد إتمام الطالب الدراسة في كلية القرآن الكريم يكون حاصلا على ليسانس القراءات وعلومها من قبل جامعة الأزهر، فيستطيع العمل في مجال الوعظ والإرشاد في الأزهر الشريف، وإماما وخطيبا بوزارة الأوقاف، ومدرسا ومقرئا في معاهد القراءات، ومقرئا للقراءات العشر الصغرى والكبرى، كما يبتعث من قبل الأزهر الشريف داعيا في دول أوروبا وأفريقيا، داعيا للإسلام ليكون خير سفير للأزهر الشريف. وغياث أهل الاجتهاد بلا مرى. من ناحية الجودة، الحمد لله الكلية الأولى في الجانب الشرعي التي حصلت على الجودة من أول مرة دون إرجاء ودون تأخير، وأملي أن نصل إلى الجودة العالمية. فرق بين الجودة المحلية والجودة العالمية طبعا من خلال بقى برامج التعليمية ومن خلال المواصفات. الجودة تقوم على الطالب وعلى المنهج وعلى البنية، والبنية كما ترون بفضل الله تعالى مجهزة على أحسن حال في نظافة الموقع وفي جماله وفي استعدادات الكلية لاستقبال الطلاب. كلية القرآن الكريم هي صرح يفتح بابه لطلاب الثانوية الأزهرية، ستتميز على غيرك بإتقان القرآن وحفظ القراءات وفهمها. أقول لك إياك أن تنسى أن كلية القرآن الكريم ستجعلك تعيش مع القرآن من أول التخرج إلى أن تلقى الله، وإن شاء الله هو عليك راض غير غضبان. أقول لكل أبناء الأزهر، العز كل العز في هذه الكلية، والسعادة دنيا وأخرى في هذه الكلية. إلى هنا انتهى فيديو اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم الرقيب. هذا أخوكم محمد، سلام. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب.